السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تم اليوم الإعلان على نتائج الانتقال الأولي للمدرسة الوطنية للفلاحة لينا ديال مكناس، وفي هذا الفيديو غنشوفوا بعض الإجراءات اللي خص يديروهم يعني الناس اللي تقبلوا في هذا الانتقال هذا. إذا أول حاجة ملي كندخلوا للين لو سيت ديالهم هنا راه كنلقاو هنا لي ليست دي كونديدا، اللي كنكليكيو على هاد ليست ديال لو كونديدا كيعطينا هاد لاباج هادي. هنا راه ملي كندخلوا هنا طيب الحال راه كنلقاو هنا لي ليست كاملين، كاين هنا ليست دي كونديدا غوتوني ها هما. ولكن قبل ما ندخلوا لي ليست اول حاجه خصنا نشوفوا هنا قال لك لو تيست اوغا ليو لو جودي 29 جويلي 2021، يعني هنا قال لك الامتحان راه غادي يكون نهار 29 في شهر 7 2021 ابتداء من 7 ديال الصباح. كذلك هنا خصهم كيشيروا بها قال لك بايور اي بور دي ريزون دورغانيزاسيون بار ميزور دو سيكوريتي لي كونديدا سيليكسيوني اشخاص سيدور هاد لي كونديدا سيليكسيوني دوف امبيراتيفمون كونفيرمي لور بارتيسيباسيون او تيست. ضروري خصنا نكونفيرمي وناكدوا يعني المشاركه ديالنا في هاد لو تيست اللي غادي ندوزو. كيفاش غادي ناكدوا المشاركه ديالنا؟ قال لك اون انفويون ان ايميل على ادريس الكترونيك، غادي نصيفطوا واحد الايميل ادريس الكترونيك. اش من ادريس الكترونيك هادي؟ فاليداسيون تيست 2021@inam.ac.ma. غادي نرسلو بطبيعه الحال قال لك افون لو 20 لو لاندي 26 جويي 2021 مع 3 د العشيه، يعني قبل 26 في شهر 7 خصنا نرسلو. اش غادي نرسلو في هذا الميساج هذا؟ غنرسلو ليه جو كونفيرم ما بارتيسيباسيون او تيست. وملي كندخلوا لي ليست كنلقاو هنا جميع لي ليست ديال الناس اللي تقبلوا من طبيعه الحال. راه كاينين تقريبا هنا دير حطي 51 باج، يعني صعيب شويه باش دير البحث. يعني الا كنتي في الحاسوب راه غادي دير كونترول اف وغادي تبقى طابي الكود ديالك مسار دير مسار جي 13 12. باش ما كتكتب انت كيبقى هو كيقلب لك هنا باغ اكزومبل هذا ها هو